مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقاتنا مع معالي الوزير الأسبق سيدي ولي أحمد دية. كنا قد كان الضيف قد رافقنا طيلة حلقات متعددة، وكنا نناقش معه جانبا من ذكرياته، وهو الجانب الذي اهتم به أساسا في كتابه الذي صدر مؤخرا حول علاقته بملفات الفساد، بوصفه كان وزيرا قريبا من هذه الملفات، وزير مالية وزير اقتصادي مرحلة، تخطيط إلى غير ذلك من الوظائف التي، ومفتش دولة وعنصر ضرائب إلى غير ذلك من الوظائف التي كانت تجعله قريبا من الملفات ذات البعد المالي والاقتصادي. ناقشنا معه الكثير من القضايا التي وردها في الكتاب، ووصلنا إلى حلقتنا الأخيرة هذه. وهذه الحلقة وعدناكم بأنها حلقة خاصة بالمشاهدين، سنطرح فيها أسئلتكم التي وصلتنا، ونعتذر إذا لم يسمح لنا الوقت بطرحها جميعا، فوقت الحلقة محدود كما تعرفون، ولذلك سنحاول نطرحها اعتمادا على المواضيع التي تتم بها، واعتمادا أيضا على تاريخ وصول الأسئلة إلى البرنامج. أهلا بك معالي الوزير سيدي. مرحبا. شكرا لك، نحن نشكرك على الأريحية وعلى هذه الرفقة الطيبة التي رافقتنا بها خلال حلقاتنا السابقة. الآن وصلنا إلى حلقتنا الأخيرة، وهي طبعا حلقة خاصة بالمشاهدين يطرحون خلال أسئلتهم على الضيف. قبل أن ندخل في أسئلة المشاهدين، أود بداية أن أسأل عن نقطة تحدثتم عنها في المذكرات ولكننا لم نتحدث عنها خلال الحلقات السابقة، وهي انقلاب فرسان التغيير، ما عرف بفرسان التغيير. والمعروف أن أحد قادة هذا الانقلاب ينتمي إلى وسطكم الاجتماعي، والمعروف أيضا أنه في تلك المرحلة اعتبر أن هناك تصفية حسابات وجهت لبعض أو ما يسمى بالتجريم بالقرابة. بوصفكم أحد السياسيي البلد المعروفين وموظفي الكبار، هل كان لديكم علم شخصي بتحرك فرسان التغيير؟ وإذا لم يكن أو يكن، هل تضررتم شخصيا من تداعيات ما بعد فشل المحاولة الانقلابية؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا نشكر التلفزة موريتانية على الاستضافة مدة هذه الفترة اللي كانت نسبيا طويلة، وأشكرك بالذات أنت على مرافقتي بهذه الفترة وسعة الصدر، والطاقم اللي رافقك فيها كامل يشكركم على الاستضافة. وبالنسبة لهذا السؤال، أنا نعتبره لاكي في تلك الإشاعة اللي ذيك الساعة قضية انقلاب مجتمع معين، لاكي في قضية ترابم اللي أولاد الناصر، والله اللي تحدثت عنه سبخة أولاد الناصر، الله يحفظهم، هذا قاعد قال سبخة سيدي. وعلى فكرة أنت تحدثت عنها في الكتاب. اللي نقول لأن الانقلاب وإذا كتبته يعود العناصر اللي شاركت فيه بالضبط 316 تقريبا. والعناصر من هذا المجتمع يعودوا حوالي 15 ولا 16. إذن النسبة ما هي ذاك؟ ثاني ما هي ذيك بالنسبة الرتب؟ المجتمع كان فيه قدر من الضباط في مستويات مرتفعة. ولم يشارك من ذوك المستويات ما هو تقريبا صالح اللي ما كان في الجيش. صالح الحنان اللي ما كان في الجيش وقت. إذن الآخرين كاملين لا يتعود مناسبة لتصفيتهم وتصفية بعض من الأطر وظائف أخرى كبيرة وزارية وولات إذن شخصيا لما تضرر اللي ما كنت قاعد أشي لهين تضرر به، لكن اجتماعيا والمحيط والدولة تضررت بذيك ردة الفعل اللي ما كانت بالنسبة لي مناسبة. أنا ما كنت عالم به لأني لحقني ذا بعد قاعد في العيون وقتها، وما الله يسابقها مشيت العيون يوم السبت ويوم الجمعة، كنت مع صديقي الحميم محمد الملنجيان اللي كان الساعة هو اللي قائد قوات مسلحة، وكنت معاه بيته، قيلت معاه ومشيت نهار مقدم السبت.
فعلا لم ألاحظ أي شيء سلوك الرجل اللي هو المرحوم محمد بن نجيان. وفعلا فاجئني ذاك اللي خلق له. ايش عندكم معلومات فيما يتعلق بوفاته رحمه؟ ما عندي في اي معلومه، انا عندي معلومات الا على اني نعرف على اني جيت لتعزيته على ان اخوه قال قدامي في الجماعه على ان قال انا بعد نعرف لان اخويا ما كاتلين و فرسان نقل فرسان باطل لي ما ديك الساعه ما اسمه الفرسان قاع اسمه الانقلابيين باطل كانوا هالين غير ما نعرف بالحقيقه ما نعرف لان اللي نقطه الاستفهام هو ولا على هذه القضية ما توضح للرأي العام قائد كيفته هو يعود يموت بالطريق ولا توضح الأمور لا لأهله لا له لا هو لا للرأي العام. صح هذا من المشكلة. فعلا معاوية بداية رئيس معاوية بداية القضية بالخطاب اللي القى في الزويرات قال فيه فعلا على أن القضية قضية عسكرية وإنما هي قضية مدنية. لكن بالنسبة لي شخصيا أعتبر على أن قد يعود الجهات ذيك الساعة اللي فعلا هو كان مفاجئ للناس كاملة. صح. ومن ينخلق الرئيس ما أجبر حد، ما أجبر الجيش ولا أجبر قبيلة ولا أجبر حزب. جميل. ومخابرات ما اللي يظهر على أن هذا ما قد ما خلق ما حست به. إذا أعلن بالحصيلة الرئيس كان يا الله يقدم له شيء. جميل. يقدم له كبش فداء لأن هذا ردة أسرية وعن قد يعلم بها لا أحد من الأسرة. صح. وهذا فعلًا ظلم. ظن ذلك. وقال لي يا زكريا في العيون كان والي ذيك الساعة فهم قال لي أنا شخصيًا ذيك الساعة برضه قال لي أنا قال لي معاوية أعلنني نقول. لأطر ومجتمع أطر وجه هذا المجتمع أعلنوا ما عنده شيء ضدهم هم ولا هو ما هم ما هم ما هم موجه لهم ما هم موجه لهم. جميل. لكن الاجتماع ما خلق وإذا لا كيف قاطع وأعتقد مسألة مع الوزير أعتقد أنه دائما تخلق في أعتقد أن يعيا وقاع واحدة يعودوا ملكيين أكثر من الملك بمعنى أنهم يبدؤوا هم قاع يصفوا تصفيات حتى قاعد تعود ما جاءت موارد لا من الرئيس ولا من الوزير ولا غيره ولكن نوع من محاولة إعلان الولاء على هي بدو يضر الآخرين إضافة لأنهم اللي تخلق تصفية الحسابات الإيديولوجية قاعد في النوع من القضايا وقال لأنه تو القضية كانت يلا توضحته مش معاوية وخلق انقلاب جديد وجاءت مادة جديدة كباط كمرت العادة على أن منين يزول الرأس قال على أن جاء نظام جديد كانوا يا الله يوضحوا الأمور وكانوا يا الله هذه الناس اللي تضرت من هذه الساعة كضباط ساميين وقاوي كوسوا كان يا الله لهم نوردة توضح ويعادل معتبار ويعادل القدر من الأمور اللي ما عدل مشات القضية وتوفي إلى اليوم وهي ما أخليها شيء ما واللي الضرر منها ضرت منها ضرر منها البلد بصفة عامة والمجتمع فعلا ضرر منها كمجتمع ولا هو قاعد فقط قضية الناس اللي نقزت الحال لا يغير بوتوا بفترة هم ما قد حد منهم يعود في الجيش بعير أجرابين ما يعود هي معناها عاد الناس كاملة ما يعود أحد منهم في الجيش ولا قد حد منهم يعود في البوليس ولا في الجمارك ولا في الدرك ولا هذا كامل عاد والوظائف كاملين نقز منهم كانوا فيهم السامية حتى السفرات وحتى إذا قضية كانت جميل باعتبارك مراقبا هناك من يقول ان ذيك المحاوله الانقلابيه ان بعدها مباشره اصبح نظام الرئيس معاويه لا اقول ضعيفا وانما بدا طبعا يهتز انت كمراقب بعيدا عن هذا كمراقب للاحداث وتعرف الرئيس معاويه وتعرف نظامه هل صحيح ان ذيك المحاوله كانت بدايه لانهيار نظام الرئيس معاويه بعد كل هذه السنين من الحكم؟ أنا ما نظر لأن النظام ينهار بأدائه لأن القضية فعلًا مشكلة وعلًا عاقب أحداث 90 و89 وذاك اللي خلق فيهم ومشيت صدام اللي كان فعلًا كان بالنسبة لنا عون ومساعد خاصة على مستوى الجيش. عاد 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 السلطة تختار تجبر شي تركب فيه وحاولته كانت تركب في أمريكا
وتركب في الغرب بصفة عامة، والغرب حد لا يركب فيه يا الله فعلاً يدخل تنازله. لا يدخل يدخل بعد قاع في نادي مكافحة الإرهاب. هذه مكافحة الإرهاب هذه شيء خلق الغرب، وفعلاً وله محدد إلى ذرك ما معرفه الإرهاب منه. جميل. بالنسبة لهم هم الإرهاب معنا متفاهمين باطع على 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 الفهم التحديد ذاك. إذن ادخلنا ذاك وذاك مشابين لين اعترفنا بإسرائيل اللي كانت بالنسبة لنا تابو ما هو شيء قد حد حد هل هل, هل 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 تعرف شخصا حدث الرئيس معاوية برفضه العلاقات مع إسرائيل من الوزراء أو من محيطه؟ حد؟ يعني هل فاجأتكم العلاقات مع إسرائيل أم أن ملفها كان يطبخ؟ ثم هل هناك من اعترض على لا نعتبرها لأن من الاسم نعتبرها ما هو اعتراف إسرائيل كإسرائيل، غير نعتبرها أن هدية معطي لأمريك تودد لأمريك تودد الغرب بصفة عامة ومكافحة الإرهاب. إذا ولا يتعقب قاعدك مكافحة الإرهاب هي اللي يتعقب تعدل الانقلاب الأخر من 2005 ولله يعد ولا يعدل فعلًا به اللي كانت القادة الجيش حاضرين كانوا فعلًا لاهيجي سومالي لاهيجي الصحراء المالية لاهي قاتحوا فمت والرئيس قاتلوا فرض ما يهاردهم فرض ما يهاردهم والرئيس قال لهم علينا يجيبوا له بالعوار حي والله ميت وتباركم عليك. وكان محمد عبد العزيز وقائد القوات المسلحة المساعد ذيك الساعة والبكر كانوا عبد الرحمن والبكر كانوا لا يمشوا ذيك المردة حسب معلوماتي. إذا أعلن كل هذه كانت من كان هذا كامل وذاك اللي خلق حبس العلماء وذاك المشاكل في الثامن ذاك هيئ الشعب هذا هيئ للشاش هيئ لذا وفعلا عاد الانقلاب لازم وكيف قلت لك دائما كانت هذه القوة دول العميقة لا منين تخلق المشاكل حتى ويعود مات لما يكون تعود تخلع تزيل الرأس وتودي الرأس جديد وتعتبر على أنها نظام جديد بينما هو نفس النظام من الستين إلى اليوم لا نفس النظام. جميل. إذا هنا دخلوا في سيرة المشاهدين طبعا دور تجبروا في دور يتعرضوا فيها لبعض الملفات اللي ربما لم نتحدث عنها في الكتاب. إذا إن شاء الله سنبدأ بالأستاذ سيدي محمد كبا يسأل أريد أن أطرح السؤال على ضيفكم المحترم عن اجتماع بين حركة الكادحين وقد حضر الاجتماع المرحوم سليمان للشيخ سدي وكان محمد الحسن واللبات ورئيس مجلس الشيوخ السابق المرحوم ما سمى سمو كاتب المرحوم منسقين لهذا الاجتماع بقى عالمين باجتماع حركة الكادحين حضروا سليمان للشيخ سدي وكان محمد الحسن واللبات ورئيس مجلس الشيوخ السابق منسقين لهذا الاجتماع يعني ما عندكم علم مازال محمد الحسن سالم يسول عنه تعد ما عندك بيع ما عندي علم جميل الأمين مصطفى يسأل كنت مهم أنه قال نطالع عهده بالمذكرات وقد استوقفني حالا قبول سيدي يعنيكم استوقفه قبولكم للتعيين في منظمة استثمار نهر السنغال من قبل معاوية الذي قال إنه إنما يريد منكم مراقبة أفلام فكيف يستقيم ذلك مع مبادئ الرجل عين عليكم ومع مبادئكم ونضالاتكم كيف تقبلون هذه الوظيفة التعيين في الوقت الذي معاوية لا يريدكم إلا لمراقبة أفلام حسب ما حدثكم به لماذا تقبلون هذا التعيين هذا هو السؤال الذي يطرح الأمين مصطفى أولا أنا ما دمت موظف أنا ما قد استقلت ما قد طرفت وظيفة يعني اللي ما قد اتسعت فيها بيلي نتعامل مع النصوص جميل يعني قضية فلام ندير في سياق ندير في سياق قضية فلام أنا الرئيس عيط لي وقال لي أني معين من عام في منظمة استثمار السنغال وقلت له أنا هو اللي طرحت عليه القضية قلت له سيد الرئيس أنا ماشي عن الإدارة هون اللي ما قد تهضمني الإدارة الموريتانية عن نتيجة المواقفي ونتيجة السلوكي التسييري وأنا واعد منظمة فيها لا أذل الدول من إفريقية ونفس التسيير واعد وظيفة تسييرية شنو لا يعود سلوك شنو عود مواقفي بذا إذا طارح الإشكالية عليه هو علي الرئيس كانت ردة فعله وسيدي التسير ما هو مهم يقال مذكور أعلنها 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 عش الفلام وشوف ذاك مع السفير شوف ذاك مع السفير الحالي إذا زين حتى إذا أنا من جيت فم إجبرت
ما هو وضع السامي لها. واحد من الماليين قال له أحمد محمد أقهماني كان وزير يبدو أنه طارقي من الطوارق وبعدين ما رديت عليه المهمة المكلف بها غير قلت له توفع لأني رديت عليه سيرتي كاملة في الإدارة وقلت له اعتبرني لاجئ عندك والشي لا يتعدل فيه الشي ما يتواسى لا تكلفني به بي اللي ماني لين وافقك عليه ولا نختار ندخل معك مشاكل وأنا لين سجل في الجامعة وتوفوا اعتبرني هون وخلي ماني له لا كل شيء عدلته ما لي نشكي منك ولا لي نشكي على انك ما اعطيتني شيء والله ما توظفت والله ما لا ما غير اعطيته سيرتي ما الملف الاخر قاعد ما شهدت اخبار وهل فعلا كانوا فلان مجددين ما انا عارف لهم شيء كانوا همشي من موظفين موريتانيين كاملين انا قاعد فلان هون في سونادير نقصت على اني انهم فيهم منهم واحدين من فلان ذاك الملف أنا السياسي وموقفي السياسي وذاك اللي نعرف ذاك اللي معرنا ذاك معناها ما يطاول عليا بقضية الكوار وملف الكوار وملف الحوادث الوطنية والله ملي في المخابرات ذاك النوع لا أنا نعمل إداري والحمد لله مديرين المخابرات كاملين هون والأمن هذا كامل إذا هما ما في حد يعرفني يكون في الشارع والله يعرفني على المستوى المهني غير ماني ما ذاك النوع ما نعرفه يعني حتى الرؤساء ما نعرف نعطيهم الاخبار يكون اخبار الملفات اللي مكلفين بهم شيء اخر ما له نعطي لهم. جميل. محمد عبد الله يسأل قال انه يختار تعرفوا شو من ملابسات اختفاء الطائره التي اقلت الوالي في انتخابات الانتخابات الساعة معاوية وأحمد دادة طائرة الوالي اللي اختفت ايش رأيت له من المعلومة؟ ما عندي أي معلومة اللي أنا ذيك الساعة مدير حملة أحمد دادة وش سمعته ما أخبار سمعت الله على أنه تو طائرة مشات لي تطرحوا من نواذيب وعندي للزويرات وتو في توريس أنها فقدت قصة أنها تعود داخلة الحدود إذا كان كيف قلت لك الملفات يا الله الدولة هي اللي تبحث عنهم وتعدلها والمشكلة ذي المشكلة لأن لو كان نظام جديد يبحث بالملفات المطروحة سابقه يقال مشكلة التداخل لأن ذي الفايت هو ذا متافقين ولا في ولا إذا الملفات ما قد يوضح أمور ينعد ما هم إرادة أعلن ذا كامل يوضح من عد ما فيما يراد به اللي الملفات متداخلة وفعلا الرئيس معاوية ما هو ليعود وحده في ذاك الملف في العاد قاعد فيه إذن أعلن غير الناس الأخرى الإدارة العميقة هي اللي تعدل ذا كامل وتقطع لي أنت إذن أنت من دعاة الكشف عن هذه الملفات مثلا حتى قاع من عهد الستينات مع عهد العبيد رحمه الله وغيرهم هاي الشخصيات التي يتم اغتيالها أو اختفائها في لحظات معينة ولا يتم التطرق لملفاته أنت من الذين يدعون لكشف هذه الملف أنا من الذين يدعون لكشف هذا الملف وعنهم اللي أعلن المهم المكلف به الله تعالى العدالة ألا ترى أن كشف هذه الملفات المجتمع قبلي أنها أكثر ضرر لا من لا ما أنا الله لا ترى ذلك عليك بالصدق في موضع ترى أنه يضرك فإنه ينفعك جميل وإياك والكذب في موضع ترى أنه ينفعك فإنه وإياك الكذب في موضع ترى أنه ينفعك فإنه يضرك جميل إذن الحق ما يخسرش ولا يجبر عليه ضرمه اللي ما يجبر عليه ضرمه وخير هو اللي الله وتو يقدر كامل يمهد له تو ولا في مشكله انت عندك ان ارمله وتركه واذا كامل يموت من الزمن عائله تعود ما تعرف ابوها ايش يقول لازم مصير ولا تعرف ايش اللي خلق فيه شنو وهذا يوسر من الامور كامله وتطرح القضيه وتم القضيه دائما لا مطروحه وهذا كامل ملفات 89 90 طائرة أحمد بوسيف طائرة هذا كامل طائرة ينبغي الكشف عن كلها وهذا كان ينبغي كامل ينبغي عن الكشف جميل محمد البشير يسأل يقول في إحدى مقابلات السيد الوزير السابقة قال إن المستعمر كرس جميع الممارسات الطبقية التي كان يعاني منها المجتمع الموريتاني لكنه ترك حسنتين هما المدرسة والإدارة ولو تمت المحافظة عليهما لما وصلت موريتانيا إلى ما تعانيه الآن من مشاكل إذن ما المطلوب من الحكومة الحالية في فعله كي تعيد بناء تلك الحسنتين اللي هي المدرسة والإدارة قالنا قلت في أحد المقابلات أن المستعمر طبعا على مشاكله طبعا مرفوض وذا ولكنه خلى مسلتين مهمات كان ينبغي لهم ينمى واللي هما المدرسة والإدارة وما يسألوا للأستاذ محمد البشير يسأل عن شنو هي المقترحات اللي تطرحه في النظام الجديد ما بعد الاستعمار طبعا نظامنا قاعد إلى اليوم كيف يتم ما ينبغي فعله كي يعاد بناء تلك الحسنتين اللي هي المدرسة والإدارة ما المطلوب الآن
أنا ماني أنا عندي مشكلة التعليم الآن مطروحة. ماني خبير، ماني خبير في قضية التعليم، واللي نعرفه توه إلا على أن هذه قضية النظام القديم والنظام الجديد والنظام الكامل. أنا واحد منهم كاملي. أنا إذا اشتغلت مع مختار ودادة واشتغلت مع مصطفى الحمد السارك والهدالة ومعاوية والعبد العزيز وضارك اللام رتلت يغير بعد مادة يدير شي كامل قد نساهم فيهم قد نعدلوا. إذن أعلن ذي قضية النظام هو نظام واحد يخلقوا حكومات يطيروا حكومات يغير النظام من الستين إلى اليوم ذكرى واحد ذكرى واحدة وأسلوب واحد وطريق واحدة ورجال واحدة منهم ما مات والله ريترت لين أم اللي يضعف حتى مازال الله يحرك ولا في النظام والما قد يحرك في الإدارة يحرك في السياسة والما قد يحرك في السياسة يحرك في الأعمال والحال إذا أعلنوا نظام ثمانة خبير في التعليم ولكن شنو رأيك أنت في التعليم اللي ظل أيانا يعني تعدل المدرسة تعدل المدرسة ولا بعد قال شامل الموريتانيين كاملين وتعدل بطريقة لا يعود ملي لا يقدر يقرأه باللي نتقبل 100 والله 120 والله 130 يشير كلهم بست سنوات وتقبل لهم قراي ما هو مكون حتى وبليدة ضيقة وش لا يعدلهم مش لا يبسم حاله يقدر يقرأهم. إذا نحن يا الله نعود نعدلوا مدرسة إمكاناتنا وسائلنا عدلوا مدرستهم نعود نقدر نكون ولا 30 نقول نكتب ولا 30 ونكتب ذكر 30 ونعطوها القرايه ونعطوها الذي يقرا فيها ونعطوها الوسائل تقرا بهم نعود نقدر نكتب وبه اللي في النهايه احنا نقبضوا 100 يا قاري الله يلحق الباك منها شنو 8% 2% اذا بدل من تعود قاعد تصفيهم في ذاك المستوى بعد خسرت لهم 6 سنوات ما عدلوا سبه ما اذا يعودوا قاعد تصفيهم قاعد في البدايه اللي هي والله تكون قراية والله تقول ملي تعود الوسائل اللي تقدر تعدل ممكن تفتح ياس من المدارس في بليده واحده تواسيها والمدن القراية اللي عاد ما هم عندك تكتب تبهم احنا في البدايه فوتنا بزمن انا بالعيون قراوني كانوا يقرون اللانصاره مستاساتنا كاملين فرنسيين وكانوا يقرون فمت مصريين وكانوا يقرون جزائريين وكانوا يقرون تونسيين صح علاش نعود مع المادونا مثل ما محتاجين لهم إنه يتموا يقرونه توهم بطالة فيهم معرمو فيهم العلم وإحنا فينا يقال مشكلة مشكلة الإرادة حتى ذلك تخلق التحايل أكثر ما قالوا فتح المدرسة الجمهورية الناس وقالوا إن السنة الأولى يدخلوها لا تدخل الله في ذيك المدرسة الجمهورية الناس تحايلت وقبل تركتها دارتهم في السنة الثانية في المدارس الخاصة جميل وهذا اذا نحن مشكلتنا ايضا حتى نحن كمجتمع ما نطبق تحايل مشكلتنا مع تطبيق القوانين وتطبيق النظم وتطبيق جميل. وهذا التطبيق الاساسي جميل. هذا هو اللي جميل جدا اللي محمد المشري ولا الطلبه يسال هل سيدي ولا احمد دي استقال ام اقيل من المفتشيه العامه للدوله ولماذا يعني المفتشيه الاخير تعيينك الاخير هل انت هل استقلت ام اقلت أما هي واحدة منهم ما أنا 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 بعض حقوقي حق التقاعد وصلت سنة وسنة عقب وقع وأنا نشتغل وعاقب ذاك قالوني توكبت أي حد هل هي لو قارنت بين مرحلة المفتشية الأخيرة ومرحلة تفتيشك في الضرائب اللي تحدث عنه فترة الستينات والسبعينات أقصد السبعينات اللي أنت يتعدل بينهم مقارنة اللي تلاحظ أنك أيهم أكثر فعالية لا ما واحد ذاك فك تفتيش ملف معين واحد ضريبة وحد كانوا خلصها ولا ما خلصها والله كانوا تمالى عليها ولا ما تمالى عليها هذا قضية تفتيش تسير العام وأنا فعلا مجيلو اقترحت على الرئيس وإذا شي قد يعود ما هو عادي بي اللي قلت له على أن التفتيش ما هو مهم منين ما يخلقوا من سائل سابقوا ولا بعد قاع تعيين الناس اللي اكفاء اللي تعود تعرف هذا اللي يتعرف نظيفه تعود ما هي قاع حطها نظيفه غير تعرف به اللي هو ذا كامل اللي هو الاداره قال لك علينا منين تعود منين يقولوا مثل فرنسا يقولوا دي براس دي فورماليس من ادمنستراسيون ريان معناها علينا نعود الشكليات منين يعودوا ما هم متبعين الاداره ما خلقت اذا علينا لازم اولا بعد قاع ذا اللي يتعين يعود يعرف المسطره ويعود يعرف ذي اللي يعدل هو خالق تفتيش
ما ينصب عنه هو التفتيش الأولي. أنا أعلن اللي قالوا الكنترول هيرارشيك، التفتيش الأولي يعود الوزير يفتش من العام والمدير تحت، المديرين يفتشوا رؤساء المصالح ورؤساء المصالح يفتشوا، إذن يعود فم السلسلة تعود الناس تعرف، وعاقب ذاك من يتفتش يخلق ذاك، تعود عاقب ذاك يخلق ذا لو خربيه اللي تفتش العام اللي عايز يجي بعد من يقولوا البيضان على ان دقيقه من يدفق ما يرجع كامل من الساعه اللي تعود الفضافات ترست به اللي هو 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 هو, هو الاختلاس اللي قال لك وهذا اللي قال ما قد يخلق على الاقل اربع مسؤولين عليه اربع مسؤولين ما قد يخلق ما هو باربعه محاسب والامر والمفتش كنترول الانترن المفتش الداخلي والتاجر جميل هذه الاربعه فرع عليها توافق على المرده من يتوافق عليها انت لا تقبل منها واحد ولا يتكلفوا بالمردد وكل اخرين كلهم في هذه الفضه فات الطائرة وكل فات عدل بها شيء واحد وكل فات جميل الحال اذا اعلن وحتى ملي لان ملي الزجرات العاده اعلن منين يجبر رقاش مختلف قالوا منين ترد ذا والله ترد منه كذا تبرى تبرى اذا لا يعتبر ولا ينعود يقول هذا مسلف لين تم الصقه عن السلف انا الفضه ونعدل بها نعدل بها نجر بها والله نعدل بها الى وطالع لي نردها وفي التربحت ولا ما طالع لي مشي بها قاع كامله هي وربحها وذا كامل اذا اعلن ظاهر اعلن التفتيش يحتاج مناخ يحتاج جو يحتاج نظم يحتاج اداره تعود كامله مهتمه ويحتاج ملي هيبه يعود ملي حتى 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 المواطن تعود تعود معره تعود سرقه معره المال العام وغير هذا مع الاسف نتيجه لياسر من ياسر من الاعتبارات اللي منها مخلفات الاستعمار نعتبر على ان هذه الخزينه من ذيك الساعه واحنا نقول انه خزينه انها مال 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 هوش ومال ولا ما سرقت انت تسرق واحد اخر ومن الحال اذا نحتاج نظره وتقويم ما هذا ياكم قدنا في عبد الله الأمين السالم يسأل يقول في بداية العهد الديمقراطي ترشح ضيفكم يعنيكم ترشح ضيفكم لانتخابات برلمانية أعتقد حسب يقول أعتقد ليس متأكدا مهم أنه أعدت له المعلومة مثل الميداح نشيدا جميلا كنت أحفظ بعض كلماته حبذا لو سألته عن ذلك النشيد من هو صاحب كلماتي نشيد قاع ضابطين والله ما نشيد ضابط انه خلق بعد باللي هذيك الساعه ترشحت وانا كلماته ما لك ضابط 94 94 عند التلفزه وعندكم نشيد عندكم غير المشاهد ايش منهم اللي عاد ضابط بعض الكلمات تو لا شنو كلماته والله نصه ذاك الصد سوى العلم المعلومه المهم انه المهم المهم اعلني انا اعلن ذاك النشيد والله ما نعرف من قايله لا نعرف كلماته ومعدل معدل كانه الحزب معدل الحزب ذيك الساعه ترشحت 94 على راس لائحه البلديه هون في نواكشوط تكلمنا عنها ذاك واللي ذاك واللي عدل فيه النشيد اللي نشيد النشيد ولا يعني تعرف صاحب الكلمة ما أنا الله ما أنا صاحب الكلمة ما قط ما قط قبل نقبها لا تميت إذا هو يقن به وتو قال في الشارع وتو كيف تنشيد أحمد داد هذيك الساعة اللي قالوا في الحملة الرئاسية فعلا ما قط قبل نقبها نعرف صاحب الكلمة صاحب الكلمات ولا نحاول اللي السيد والسيدنا يقول ما هو رأيكم في أحمد ولدادة وهل دعمتموه ذيك الساعة انطلاقا من قناعة أم أنه كان رجل مرحلة من مرحلة لا أنا شرحته في الكتاب طبعاً طبعاً شرحته طبعاً العملي أنا أحمد ما نعرفه مشروح في الكتاب طبعا أنا أحمد ما نعرفه أحمد ما نعرفه سابق ذا وشرحت في الكتاب قاع لأني ذيك الساعة خل الانقلاب اللي خلق 78 كان هو وزير المالية ونجمكوا عايب مجال وزير المالية يمكن نجع عاقب ذاك ذيك الفضيحة اللي خلقت ذيك الساعة وتعاقبوا وزيرين والله لا سابق هو فضيحة ايش؟ فضيحة الضرائب ذيك اللي ذيك اللي تكلمت عنها تكلمت عنها فعلا جا هو فعلا عيط لي عيط لي المكتب وقال لي على انه وانا طارح ملف لين ينعدل لينا ينعدل اداري مالي وقال لي على انه فاصل فيه وعلى انه ما هو قابل ذاك وعلى اني لا نوخر ذاك الامتحان ما نعدله وانه هو لا يقبض الملف وجابرنا في المكتب وقال لي اني جيه الليله ليله السبت ليله الحد في الدار وجيته وانا كيف تشرحت لكم عالم الانقلاب وذاك الله يخلق ذيك الساعه كامل حاسبي وفعلا ولا اللي اشتركنا الله علينا قلت له والله
للنقابة الباطع لأنه لأني نتابع قوته وهذا بي اللي جميل. إذا أنا ما كنت أعرف ما كنت أعرفه جميل. ومنين جي مجيد جيت ملي المعارضة جيتها هو تياسر من زمن وأنا ما انتسبت الحزب ولا شاركت بهذا انحني كاني قد نتابق مع الخلطة اللي كنت معها بي اللي كنت شرحتكم أنا وصنادرة تابقت معهم من 78 إلى 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 إلى, إلى الديمقراطية فعلًا تقلت ياسر من الوظائف ومنين جاوني أصدقائي ذيك الساعة منين نقصت من الوظيفة التالية اللي هي البنك وكان بوجهه ديمقراطية وذاك اللي إرهاصات اللي خلقوا وقالوا لي علني جي قلت لهم أنا مع هذا النظام ثم كنتوا ضده وأنا ما قد نصرق مع السراق ونقص مع القصاصة إلا حنوكم اللي تحكمون توما وتشوفوا ذاك لعدت أنا ما لعدت أنا اختيرني أشتغل معاكم لعدت مولي سليم من ذا اللي أنتم ناخذين إذا تحريت إلينا جبرت الرئيس وشدينا الأخبار ذاك اللي ذيك الليلة اللي وصبحت مقرش على المسار اللي ماشي فيه ما قدرت أتابع معه فيه ومشيت إذا قست المعارضة جايها باللي هك ما ريت فيه ملصق ومنين جيت عاد مع أحمد الرئيس مرشح رئيس وعدت أنا مدير حملته وتوفات الحمل وعقب ذاك اتفقنا ذيك الفترة مدة تقريبا 4 سنوات ذيك الهرصات من عند الحملة إلى ليفدي أرنوفيل وذاك شيء وذاك كامل شرحته صحيح صحيح. أنا فقط أريد أن أذكر المشاهدين بأن الضيف سيدي أحيانا يمر بفكرة لأنه سبق وأن تحدث عنها في الحلقات السابقة وفي الكتاب أيضا لذلك لمن يود العودة إلى لفهم بعض الأجوبة لدى الضيف يمكن العودة إلى الحلقات السابقة سيجد أنه شفى الغليلة فيها. مكي ولا المكي أو مكي المكي صديقنا وزميلنا هذا هو اسمه بعد اللي يكتب في مواقع التواصل يسأل يقول في عهد الرئيس معاوية ولا الطائع كنتم يعني تحدث عنكم كنتم ناشطا في المعارضة وكان زعماء المعارضة يتحدثون عن اختفاء مليارات الدولار من خزينة الدولة ومن المساعدات الخارجية هل الرقم مبالغ فيه وكم يقدره هو شخصيا كيف يسألكم أنتم كيف تقدروا شخصيا حجم خسارة الدولة بسبب الفساد بين 1984 و2005 هذه المرحلة الذهية اللي كانت تقول المعارضة عن من مليارات الدولارات تم اختفائه من الخزينة والفساد ما بين 1984 إلى 2005 هو يسأل المكي عن تقييم كنتم هذه المرحلة ذهية من ناحية الفساد ومن ناحية خطاب المعارضة اللي كان يذكر هذه الأرقام ويذكرها لا ما أنا ما 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 قد عدلت دراسة على ذا ولاني ولاني قاعنا عقب ما كان عقب نوصلوا له أنا هذا الفساد اللي نذكر عن الفساد المالي والفساد اللي يخلق في الثروة وهذا الشيء أهم من عندي منه الفساد في الثروة البشرية اللي هي الفاعل كيفاش مثلا كيف التكوين وكيف استعمال الناس المكونة احنا دركت الناس اللي احنا دركت احنا في مرحلتين واحدة للمدرسة متفقين كاملة على انها ما تلا تتكون شيء خسرت ما تلا صالحة والناس اللي تكونت ذيك الساعة اللي منها ما فات عاد ما تلقاها تشتغل واللي ما اجبر مكانته في الإدارة لا اللي مش مرقب واللي وهم مشهون ولا ما اجبر واللي ما هو بلو أنا تجبر حد أصلاً مكون في وظيفة يشتغل في وظيفة يدخرى إذن الفساد اللي خارج في الثروة البشرية وهو أساس الفساد إذا الأخر يعوض هذا ما يعوض إذا الأخر يعوض الحوت هو مازال من لا يدور خارج منه شيء والحديد مذكور يجبر منه وارك الشيقاع مع قط يجبروا على السطح الأرض إحنا ذيك ساكننا يجاروا كان يدق أرك مجبروا منه الشيء وذهب يشوف اللي خالق فيه وقاز وبطن الصبح يقال هذا ما دامت الثروة البشرية بهذا التفكك اللي خالق فيها وهذا الفساد اللي خالق فيها وهذا قلة المسؤولية اللي خالق فيها وهذا قلة حتى الاهتمام بالوضع الوطني فعلاً خطير يعني خطير باط ومجدي قضية المال وقضية ما هو اهتمامي الكبير قضية المال والثروة هذا فعلاً خطير لكن اللي معدل البشر وما دام البشر خاسر لا يتم الله خاسر ويا الله عدلنا مدى لا تستوقف
ومادة لاهي تدارك بروسها تخرصي الثروة البشرية اللي موجود منها، تنظم والتنظيم مضبوط يعود كله بلو ويعود فمهم اللي تسلسل بحيث على أن ما يعود إداري فوق ومفتش ولا يعود كيف تفل الجيش ما قد يعود يعطنا فوق كولونيل ولا فوق جنرال ولا فوق كان. إذن ذاك التراتب هي يلا تعدل هم اللي في الإدارة وتعود فعلا يخلق ياسم الإحباط بحيث على أنك تعود أنت تشتغل مؤسسة في لك فيها ياسم من الزمان وتعرفها وكفلها وقريتها إذا هو جايك حد هو شيخك هو ليس ولك أنت أنا شنواسي وش لا ينعدل وكذا وكذا الله لعلنه هو اللي خاسر جميل. علي التونسي يسأل أنكم في واحدة من الحلقات قلتم أن الوزير الأول الأسبق زين والزيدان أنه كان وكاتب برنامج مشروع أو مشروع برنامج يريد تفسير لهذه الفكرة، فكرة الزين والزيدان وتقديم الزين والزيدان في كل مرحلة. في رأيكم أنتم تحدثتوا عن 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 الزين والزيدان في المذكرة؟ إذا كان تحدثت عنه بس غير بعدت ذكر السائل اللي لا يعود ما قرأ الكتاب، لأن بالنسبة لنا أنا ما نعتبر إحنا كاملين والله لعن الزين براسه ما كان يعتبر على إنه قد الترشح الأول ينجح للرئاسة ولو كانت خارج الشبابية وخارج كامل اللي يعلن مازال مع الأسف مفقود. إذن يقر وشاب صح ويطار وكان ملي ساعة عنده سمعة مضبوطة في البنك المركزي اللي وأعتقد جو الثانية والثالثة هو جو الثاني وكان 16% طبعا كان عنده ايوه. بالنسبه احنا ملي السابق في هنا الحمله اتفقنا ملي عليه نعدلوا حزب جميل واتفقنا على ذاك الحزب لان انا كنت هو المسؤول عنه يعني انا وعد له نعود رئيس الحزب واذا كنا بالنسبه لنا وحتى اختيارنا زين وانتوما ومن معاكم من وش ما هو يعني فهم تيارات معاكم إيديولوجية كان دعمتكم والله مرة والله شو من الأطر لا الأطر من كل من كل من كل من كل من كل تيار الناس كاملة كانت فهم يعني سام الأطر وهذا قاع هذا ملي بالنسبة له هو كان 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 حظ بحيث على أن هذه التيارات مشكلتهم التناقض بينهم وعلى أنهم منين يدعموا رجاج يعقبوا العدو عرقلة إذا هو جاء قدم الأطر اللي كان فعلا في تيارات ومشى عنهم والله قال لي ما كان في تيار ومشى معاه وفعلا حتى إذا شرحته في الكتاب لأن حتى اختيارنا لأن نعود دعم سيدي والشيخ عبد الله يرحمه عن أحمد دادة ما هو اختيار بين أحمد وسيدي لكن بالنسبة لنا اختيار سياسي لأننا نعتبره لأن أحمد اللي ننجح عنده حزب إذا بالنسبة نحن اللي يعود بهم سداد ما يعود على حزب سيدي لا نجح ما عنده حزب ولا ما نجح ماشي عن الساحة قاع ما هو أحمد إلى ما نجح إلى ما نجح لا يعود هو اللي هو الثاني لا يعود هو اللي عنده زعامة المعارضة ومنين نجح عنده حزب واضح يعني وجود لا يعود هو اللي يفسر بالنسبة لنا التفسير على أنه بالنسبة لنا زين مشروع لأنه بالنسبة لنا زين برتين ثلاثة أربعة مسؤول سياسي مستقبلي جميل. ما هو لا فقط انتخابات ذاك الوقت وتوف وزحل واللي مع الأسف ذاك المشروع لم يكتب له النجاح ومن هو باطل به اللي منين عاد رئيس وزراء قال إنه جمعنا وقالنا ما تتمعد السياسة منكم اللي يعدلها مع سيدي رحمه الله الرئيس وأنا ما تتمعد معدلها يعني ولم يتابع إذن جميل جدا. الهادي أحمد يسألكم هل كان هذا السؤال يطرحه هو الأخ يقول هل كان الرئيس المختار الدادة أضعف من أن يحارب الفساد بعد تقرير ضيفكم أم أن الفساد كان أقوى من الرئيس ولذلك بدأت أركان نظامه تتساقط. هو هنا يقول أنه سأل ابنكم أعتقد حد عن بيلي عن قضية سبخة أولاد الناصر وهذا وذي كذا أنت أجبت عليها ولو وطبعا سئلت عنها مرات هنا أود أولا في الشق الأول يتحدث بعلاقة المختار والدادة بالفساد في عصره ثم بعد ذلك لا بأس لو عرجنا على سبخة أولاد الناصر أيضا حتى نشفي فيها بغض النظر المشاهد. بالنسبة للمختار أنا اللي شرحت في الكتاب نعتبر على الانقلاب اللي يعدل على الدافع ما كان فقط
حرب الصحراء فعلا كانت عنصر منه متين، وكانت خاصة بالنسبة للجيش يقر الدعم اللي جبر على المستوى المدني، الدعم للجانب المدني، وكان هو مشكل. هو فعلا قضيت على انه هو قرر وفي وقت حرج على انه كافح الفساد، لان ظاهر له كيف قلت لك البرايت على انه وذهل بالتقرير اللي عدل محمد الامام الحمني رحمه المفتش دولة ذيك الساعة، هذا لذلك اللي نقزع عليه الوزراء والله ونقزوا عليه الوزراء. إذا فعلا وذهل بذا، وقلت لك على انه تلفت عليهم محل الحكومة والمكتب السياسي جمعهم وقال لهم خطروا بين السلطة والمال. روحت كامل عنده سهم في الشركة، والله عنده حد قريب له تاجر والله كذا، لا يصيب لها. وتبارك فعلا نقز موظفين كبار ذيك الساعة، وكان ماشي بذا، وكانت اللائحة طويلة وأنا فيدي قدر منها. الثانية جمع رجال الأعمال وقال لهم لا تعطونا شيء، اللي فعلا كانوا يعاونوا الدولة، بزالوا يعاونوا الدولة ويقير يقبضوا منها أكثر من ذاك اللي يعطوها مضاعف. جمع رجال الأعمال اللي قالوا شو لا تعطونا شيء، قال خلصوا الضرائب وخلصوا البنوك، والبنوك ذيك الساعة للدولة كاملة، كاملين الدولة، البنوك الدولة كاملة، والناس إذن ظاهر لي على نرجع له دائما ونكرر ونقعد ازعجت به الناس. الدوله العميقه هي الاساس كامل، لان هي اللي من الناس عنده قدر من المصالح مترابط وتوفوا وملي نادي ويدخل ولا حد منه، حد ما هو منه، حد ما فاتوا في الشو تدخل معاهم في معناها على انا وانت نصطحبوا نعود عندنا ملف مشترك، نعود الى حكمتان انت اللي تمشي معايا، ونعود حد نعود اصحاب. اذا هذه الشبكه اللي هي اللي مع الاسف تحكم وترد عن الدوله، تدمس كامل صالح فيها تخسروا، لا اللي قبل يخسر معاها، والما قبل يخسر تمشوا، وهذا ماشي على الحال. إذا ظاهر على المختار اصطدم بهذه، ينقال اللي قالها له ذيك الساعة صلى عبد العزيز رحمه، وكان فوتياس من زمنه مدير ديوان ويعرفه حتى وصديقه، وقال له سيد الرئيس هذا العرش الأخير قاعد عليه من ينتقطع له يطيح باللي هذا هو الناس دعمه، يقصد الناس باللي المختار قبضوا الإجراءات يقير تم مع نفس الناس اللي إذا أعلن، ينقال أعلن مهمة جديدة ينقبضوا رجال جدد، يقير من تعود مهمة جديدة وتقبضوا رجال قدماء اللي شاركوا في خسارة اللي همك تصلح ما يقدر يصلح. إذا تعتقد أن جنب حرب الصحراء أنه مضاف له خوف بعض المدنيين على مصالحهم ساهموا؟ الأساسي فيه قاعد لا ذاك الأساسي لا بيعلن المختار في الوقت الغير مناسب، قرر على أنه يكافح الفساد وفي وقت اللي حرج بالنسبة له وطفقوا ذاك. جميل. قضية سبخة أولاد الناصر تحدثنا قاع عنها، يا غير يبدو على ياس المشاهدين ما شاهدوا لا تابعوا ولا لا، انا بعد ما قضيت ولا تختيرهم ذاك اللي فاتوا شافوا البرنامج ما يسولون عنه باللي راهو في البرنامج. كنت شاكر قلت في البدايه يعني ان قضيت صبغه ولاد الناصر لكن انقلاب ولاد الناصر نمرده فعلا الانقلاب حضر في واحد من ولاد الناصر، وعاد انقلاب ولاد الناصر، ولاد الناصر جبروا شيء من التراب وعاد التراب وقسمت على ولاد الناصر. انا بعد اللي نقول على نيانه معاويه عارضته كم من الزمن وفيدي من الاخبار على انه المخابرات والامن وذا كامل طلبهم يعرفوا ممتلكاتي شنو هما وانا ايش عندي وانا ايش الحال ذا كامل به اللي كان هين نعود ماني منقز وتوب على اني معارض والله ماني يعني نعود منقز على شيء خاص نحدره للدوله وعندي خاص الحال ولا نجبر في شيء ومستعد اليوم انا ممتلكاتي عنده بنعرف مصدرهم شنو ومستعد اليوم نقول اذا ما له اجبر اني اعطيت تراب لحد من قريب لي ما هو خذت قلت لك بيك ساعه وكتبت الكتاب وحده ولا وانا باخوتي باخواتي ولا له اجبر حد عاطيه له عاطيني شيء والله قايل والله مجامله والله الحل. اذا التراب جبرت الناس كامله وهي قسمتنا مئات الالاف ما هو الحلوى وقسمت على الناس. انا حاجه اللي اعلن واحده من الحلقات رديت فيها قصه دا ترابك اللي قاعد فيها حالا هذيك لان هذه القصه تدل خارج عن ذا تؤكد ما قلتم الان تؤكد ان ما هي قصه انا خلط انا قبل ريترت ما عندي وقت ولا عندي دار هذا اللي اكد هذه مردتك واضحه. اذا اعلن جميل ولاني بعد ملي ولاني منفوش ولاني مفسد معناه ما خسر يقر ما انقدتوا نعتبر علن ما يقد حد موظف للدوله يبني دار ما هو مسلف والله سارق
ما قد حد يبني دار من خلاص مهما كان الخلاص كم قدو جميل. يغير هاي المرد دقاعة فعلا فليد، وأنا نتحدى الناس كامل اللي من هيبقي يجي يسول ويفتش ويعدل ذاك الحال. يغير هي فوتت ياسر مزمل ينقال سبخة سيدي قاول أحمد دي وأنا قريتها بالشعب جريدة الشعب الرسمية منعت بها ينقال كيف حد له يمور بلدش يقول له سبخة سيدي أحمد دي. عجيب. إذن مرد عادي وأنا بعد ما هي مشكلة عندي. عجيب. الأستاذ أحمد عبد الله يصفكم يقول أنكم شخصية نموذجية، وكم أدهشني ما أورده ضيفكم متعلقا بازدراء الرئيس السابق معاوية لقيم الحرص على الصالح العام، تحدثنا عن ذلك. يقول أتمنى عليكم أن تتقبلوا الأستاذ سيدي أحمد دي إعجابي وتقديري كل الحريصين على مصالح البلد. مهم يقول أذكركم بضرورة إثارة قضية طالما ألحت على خاطري عن مدى ما مصداقية ما يتداول بكثرة عن تحويلي وجهة بعض المساعدات الأجنبية لموريتانيا نحو مخيمات تندوف. هذا السؤال أيضا طرحه البعض، وأعتقدكم تحدثتم عن نزاهة الرئيس محمد خنوي الهيدالة، وأعطيتم مثال من قضية الأموال التي جاء بها وأنتم يعتقد يومها وزير المالية، تحدثتم عن هذا الملف. ولكن أيضا الكثير من المشاهدين يسألوا عن قضية هل كانت هناك مساعدات أو أموال تذهب من موريتانيا إلى جبهة البوليزاريو أو غيرها أو الصحراء الغربية وغيرها، هل هذا حدث أم لا؟ هذا لو حدث أنا مسؤول عنه، أنا وزير مالية. جميل. إذا أعلن الميزانية المالية الشيخ يعدل فيها، أنا مسؤول، أنا سيدي الأحمد دي مسؤول عن وزارة المالية في الفترة اللي كنت فيها، الهيدالة ما مسؤول عنها. جميل. ولا مسؤول أنا معاوية في الفترة اللي أنا فيها. جميل. أنا هو المسؤول عنها. جميل. باللي أنا هو الأمور محددة بالقوانين. صح. وأنا ما نقد نقول ولا هو مبرر، نقول قال لي الرئيس. ما هو مبرر. قال لي الرئيس ما هو مبرر. أعطاني أمر الرئيس ما هو مبرر. أنا ماني الصندري وهو مات للصندري، لا عاد كان الصندري، مات للصندري، عاد رئيس الجمهورية. جميل. إذن ولهذلك قلت لكم اكتب لي وأعطاني الأوامر. يغير نقول له ما قد نعدل السيد الرئيس بي اللي مخالف القانون. يرجع هو عنه، هو اللي يرجع عنه. على مرات وكتب الكتاب وقلت لكم أنتم. ومعاوية نقولها له وينقزني وتوفوا. إذن هذه مجرد إشاعة. قضية والله ما هي على كل حال، ما هي بعد فترتي أنا، الفترة بعد اللي فترتي أنا فيها، أنا هو المسؤول عن وزارة المالية، أنا هو المسؤول عن حسابات وزارة المالية، أنا هو المسؤول عنهم، اللي يعدل فيهم كامل يمشي خاسر، أنا هو المسؤول عنه. على فكرة الرئيس هيدالة أطلق سراحه ولا يملك شيئا. ذاك ما يعنيني. وكتب هذا أيضا في مذكرة. ذاك أنا ما يعنيني ولاني ما نشكر ولا ننقد الشغل الشخصية، لا نقول تعلن ما يخص التسيير المالية. أنا هو المسؤول عنه والهيدالة مو مسؤول عنه. أنا ما أخلق منه. ما بعد فترتي أنا. جميل. وأنا راني أنا ملي مع مساند بوليزاريو ذيك الساعة وضد حرب الصحراء، وإذا كان يقير مساند بوليزاريو كلمة قوية. أستاذ بوليزاريو ضد ماذا؟ ضد التقسيم اللي يعدله، وضد ذاك اللي خلق كامل. بوليزاريو اللي اعتبر على أن الصحراء لا كيف موريتانيا وكيف المغرب كيف الجزائر، على أنه قالوا كامل عند الساعة على أنهم الحدود الموروثة عن المستعمر على أن تبقى بحالها وتوه هي حدود وعدلت وتوه الحال. أنا قضية البيضان وذي الحالة مختار ولداد ده الحدود من موريتانيا شنو قال مختار 57 قال عنهم من وادي ذراع إلى النهر ومن المحيط إلى زواد، هذا معناها تراب البيضان، وهذا قاعد حد زافيه كابولاني ذيك ساعة. خايف المشاهدين لا يسمعوا يشكوا عليكم أنكم خلال حرب موريتانيا مع جبهة بوليزاريو وكم مع البوليزاري. ضد حرب الصحراء. ضد حرب الصحراء هذيك مسألة. ضد حرب الصحراء. ضدها مسألة. ضد حرب غير أنا بوليزاريو ما نعرف منهم حد. لا ما ولا حد كنت نعرفه. أنا فقط أخشى أن يتلقف مشاهد الآن هذه المسألة ويعتقد أن سيدي خلال حرب جيش موريتانيا مع جبهة بوليزاريو أنه كان مساندا جبهة بوليزاريو، ولكن أنك ضد حرب الصحراء هذه مسألة عادية. ضد حرب الصحراء مساند بوليزاريو، أنا ما عندي مدفع أعطيه، ولا عندي ضوء أعطيه، هذا ما يهم. ولا قست مقاتل الحال يغير بعد معارة نعتبر على الوعد اللي هو ظلم ذيك الساعة. هذا مهم، هذا مهم. الموقف من الحرب طبعا كان الكثير من الناس ضده. بنبونا يسأل عندي سؤال لضيفكم الكريم، في سنة 1981 كان ضيفكم واليا لولاية العصابة، أعتقد 81، وحدثت آنذاك مواجهات دامية بين الطلبة في إعدادية كيفة على إثر الطرد النهائي للطالب حينها لمرابط البناهي الوزير الحالي، هذا حسب ما كتب الأخ، مما دفع الطلاب المنتمين لأم أن دي لإعلان الإضراب احتجاجا على الإجراء، لكن غالبية الطلبة لم تستجب لدعوة الكادحين للإضراب.
مما دفع هؤلاء لمهاجمة غير المضربين. نجم عن ذلك مواجهات عنيفة بين بعض التيارات السياسية والكادحين. وجهت حينها اتهامات إلى الوالي اللي هو التومة بعدم الحياد في معالجته للموضوع. فما هو تعليقه اليوم على الموضوع بعد مرور هذه الفترة الطويلة عليه؟ والله أنا نسأل الله ما في ذو حتى الأخبار. أنا لين جيت الحقيقة قدامي المرحوم كولونيل باباجيالو واللي والحقيقة اللي ضرب قائم حقيقة ضرب قائم وفهنا باساسون دي سيرفيس استلام الأعمال سووني بعض قلت له إني ماني متدخل فيه لين وفهني ذاك اللي ظهر هو يعدله ما حد أنا ما أكتبه الملف منين قبلت الملف قست منين وفاء منين نعتانا هو اللي الوالي وقست الإعدادية وجمعت بالطاقم قيادة المؤسسة وجمعت بممثلين التلاميذ ذيك الساعة وممثلين هم اللي سمعت بهم وقالوا لأنهم التلاميذ قالوا عنهم مطلبهم علينا نطفصوا لهم واحدينهم حكمة ويرجع طلب المطرودين قلت لهم لأن اللي مطرود عن طريق المجلس التأديبي للمدرسة لا يرجع لا عن ذلك الطريق واللي محبوس لهنا نشوف مع المصالح الأمنية ما فات الحق للعدالة ولا لا يشوف مع السلطات الأمنية وينطلص جميل وينطلصوا وفالإضراب ما الله قاعد كان ذيك الساعة القرض يقيلوا معاهم فم وأنا كذا شرحت في الكتاب لأن هذه الوسائل الأمنية قدر من المسؤولين الأمنيين يستنفعوا منها باللي يخلق قزوال ويخلق الصنادرة اللي فمت يعدل لهم الطعام وإذا كامل إذا كامل دائما لا يعود يجر الشيء إذن قلت لهم على أنهم يتموا فهم إلين يخلق التنقاز ينقزوا وتوف وفات إذن هذا اللي معلوماته هو معناه ما 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 يضرب يلي أنا يضرب الحقته قائم وحليته ونحل نهار الثاني والله الثالث جي فهم بتوف على ذي الحال وتوف ولا فيه خلفية كادحين ما هم كادحين والله الطالب ما نعرف من هو ذيك الساعة أنت واللي قلت لدركة صح وذكر هو بدون ما نعرف الأستاذ أحمد ولده يسأل الفترة التي قضيتموها رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك هل لاحظتم بعض الاختلالات المالية في هذه الشركة العملاقة والتي تعتمد عليها الدولة في مداخلها السنوية؟ لا ما لاحظ شيء فيه اللي هو لما بعد قاعد كيف قلت لك أنا ماني مفتش أنا جوني حسابات كايس مجلس إدارة وفيها أعضاء من وزارات معينة وفيها اتحادية الصيد وفيها اتحادية الصيد التقليدي وفيها إذا قدر من المؤسسات والدولة وناقشوا حسابات سنوية وتوه حسابات غير ماني التسير ماني مباشر ولا طلعت على شيء ويجم اللي مسؤول عن الحسابات دائما تعود الشركة خصوصية هي اللي تعدل وتصدق الحسابات وتجي وتعدل تقريرها ولا قط جميل. الآن الأستاذ ميني والعمارو يسأل إنه يستغرب قال إنه يستغرب منكم في واحدة من الحلقات ذكرتم إن المرحوم محفوظ المرابط إنه نصحكم بإنكار البيان المترجم في قضية الملف ذاك إنه مستغرب منكم تذكروا علن محفوظ إنه طلب منكم إنكار الملف وهو الحالف أعني محفوظ بيمين القاضي الذي يتعهد فيه لا يقدم أي استشارة في أي ملف معرض أمام العدالة. وبعد قاع ذيك الساعة أنا قلت في هذا علم كين نوجة من 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 التدريب وبعض التكوين هي من المغرب ولا فات عاد قاضي ولا هو واحد ومعه عبد الله العلي سالم وجاوني الاثنين وهو فعلا كيف عقب الظهر عنه مسألة مكيدة ضدي وجاني ترى شرحوا لي علنا قالوا علنا الملف يطلع ما فيه ما هو ذا وعلنا ذاك انه عنده ولا حد يقول علنا ما هو اللي معدله وتو معناها ما فيها ما
ما فيها خيانة ما المحفوظ، لا فيها شيء معدل وما هو ما هو ما هو ما هو صالح ذاك ما هو. جميل، معنا الأخ، الوقت يبدو أنه داهمنا، لكن معي بعض سؤال أو اثنين حسب الوقت. محمد المختار طلحاوي، هذا أحد الموريتانيين المقيمين في إنجلترا، يسأل عن رأيكم في كيفية استفادة موريتانيا من حصتها من الغاز الآن، وهل سيكون مصيره حسب فهمكم مثل مصير كما يقول الذهب والفوسفات والسمك وغيره. يعني هو يسأل عن مقترح أيضا منكم في أخبار هجرة الشباب اليوم، يعني سؤاله من شقين، شق يتعلق بكيفية اللي ترون ممكن الاستفادة من هذه الثروة الجديدة اللي هي الغاز، والمسألة الثانية هل من مقترح في قضية الشباب الذي يهاجر الآن أصبح إلى الولايات المتحدة وإلى غيرها من البلدان؟ نظهر لأن التجربة الدولية والتجربة بعض من الأمم، لأن نرجع لأن العنصر البشري أساسي إذن في التنظيم وفي التكوين وفي التسيير، هذا أساسي، هذا أساسي ما قد يخلق نمو ما هو ما هو ما هو به. إذا أعلن منين ما يخلق لفتة واعتبار لهذا العنصر البشري وتنظيمه من جديد وعلى أسس موضوعية وعلى أسس علمية، مصير لا يعود إلا مصير الحوت ومصير الحديد ومصير النحاس ومصير النهر ومصير البنوك ومصير إذا كامل اللي خسروا الشركات الكاملة اللي كان. إحنا هون في الثمانينات كنا مصنعين، موريتانيا بدأت دولة مصنعة من 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 إنشاء العملة إلى يقال ذيك الشركات كاملة اللي كانت صناعية اختفت به اللي فلست ولا ثلاثة. جميل. وكيف قضية الهجرة؟ الهجرة أنا غريب عندي الهجرة، كيف إذا من الشباب يمشي وتوه في الحالة لا قد تسمعنا عنه شيء، دولة يا الله تعرف المشكلة شنو هي؟ هذه الناس ماشيين مالهم وش واعدين وشنو مصيرهم وشنو هو المشاكل اللي قد يخلقوا الصبح يخلقوا لهم هم ويخلقوا لنا احنا مع الدولة القايسين. جميل. والله الدول القايسين. إذا هذه مشكلة ظاهر لأنها مشكلة أساسية، وأساس فيها التكوين والتوظيف. جميل. في سؤال يطرحه أحمد محفوظ الوليد مهم جدا، يقول إن بعض العمال يتهمكم بأنكم وراء الضريبة المسماة ETS، فهل هذا صحيح؟ شرحت في الكتاب وشرحت اللي في المرة اللي فاتت في شارع الإصدار، أعلن اللي خلق، أعلن إنه خلق سنة عقب مشيتي زيادة ETS، خلقت سنة، خلقت كترة في نسيس 86 وأنا مشيت دوز كترة 84، إذا أعلن القضية خلقت عقبي حتى، وشرحت لأني ما كنت قاعد عندي، ما كنت عندي طارح قضية زيادة الضرائب، كنت طارح وقضية التحصيل اللي فات عاد نظامي وعاد خارج بالضرائب ومعترف به ومبارك معاه تحصيله، ومشيت ما فت الحق ذاك الحد يعود رقاجي منين فوت لين يلحقوا يعرف كانوا كافي والله ما هو كافي. أنا كنت شغلي لأن الضريبة اللي فات عاد في النظم وكانت معترف بها أنها تدخل، هذا هو اللي كان. جميل. ولا زدت. إذن معالي الوزير سيدي، نشكرك جزيل الشكر على هذه الحلقات وعلى هذا الحديث الممتع وعلى هذه الذكريات التي شاركتنا إياها وشاركت المشاهدين إياها. أنصح المشاهدين بالعودة إلى كتاب معالي الوزير سيدي، فهذا الكتاب يحوي الكثير من التفاصيل التي ربما لا تسعها الحلقات نتيجة لضيق الوقت ونتيجة العوامل الفنية المتعلقة بالمقابلات التلفزيونية وغيرها، ولكن يمكنكم العودة إلى هذه المذكرات وإلى مذكرات جميع رجالات هذا الوطن الذين مروا بوظائف وتجارب يمكننا أن نستفيد منها جميعا وتستفيد من الأجيال القادمة. أشكرك مرة أخرى معالي الوزير، وأشكركم مشاهدين الكرام في ختام. أنا بدوري أشكركم. تفضلوا. وأذكر المتصلين بكم على أني تحت تصرفهم. جميل. أي سؤال يمكن يطرحه عليكم. يمكن يطرحه علي مستعد. إذا هذا واضح معالي الوزير جاهز لأي سؤال
لمن أراد أن يلتقي به ويطرح عليه سؤال فسيجيب إن شاء الله. نحن لدينا وقت محدود كما تعرفون، أعرف أن الأسئلة كثيرة ولكن هذا هو ما سمح به وقت الحلقة. نشكركم مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة من برنامج الصفحة الأخيرة وختام هذه السلسلة. إن شاء الله سيكون هناك ضيف جديد وهو أيضا شخصية وطنية لها تجربتها ولها مذكراتها ولها تاريخها هي الأخرى، ستكون إن شاء الله معنا في الحلقات القادمة. ختاما لكم تحيات الطاقم الذي أشرف على هذه الحلقة كاملا، وتحياتي الشيخ السيدي عبد الله، السلام عليكم.